إعلان وزارة الداخلية الحالية فتح باب التطوع في حرس الحدود فتح باب الأمل على مصراعيه لدى شباب العراق العاطلين عن العمل، لكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح بعد إيقاف موقع التقديم الإلكتروني على التطوع دون إعلان على الأقل. تدرى الشباب عاطلين عن العمل، استبشرت خيرا، والبارحة أكو قسم بهم حتى بايتين هنا بهاي المنطقة، ولما نجي الصبح أنا بدي أسجل ابن هنا أسجل بهذا الميكانو، لقيت الشباب من تم يابا شكو يا شباب، قالوا والله الرابط ما نازل، انتظرنا من الصبح ولحد الآن ماكو رابط، لا هي وزارة قيد قوة الحدود يطلع ويصرح يقول يابا انتهى التطوع أو أخذنا المجموعة اللي كملت وانتهى الموضوع، أول ذاك تطوع ليش هاي العالم من تمه فترة تطوع العالم تطوع. قبل بداية يفتح الرابط يعم كل المحافظات العراق تقريبا من الساعة 6 البارحة الساعة 9 كان الرابط ممتاز ما بي أي مشكلة يمشي بكل المحافظات. الساعة 9 توقف الباحة بالليل وللآن الشباب كلها منتظرة تقريبا الأعداد وفيرة، بس المشكلة أنه بعد نسد والحد هسه مسدود هو، والمشكلة هاي ما نعرف شنو حلها ومنتظرين خبر من الوزارة. الوزارة أوضحت في اليوم التالي أن باب التطوع لحرس الحدود فتح أمام أبناء محافظات كردستان العراقي فقط، الأمر الذي وجد فيه آلاف الشباب الذين ينتظرون فتح الباب الذي أغلق أمامهم تمييزا بين أبناء الوطن الواحد. عم استحوا استحوا يا بذولة 3000 يردون ومقدمين 200 مليون، انتوا ما تستحون شنو هاي السوالف؟ عمي كافي، الشعب شنو نايمين انتوا نوم؟ كردستان شنو كردستان كلها الأكراد؟ ذيك الصفحة النفط للجماعة، هذا للجماعة، احنا بس شكو شو استفاد الجنوب؟ كل شيء ما استفاد، وشنو انتوا على مود تزنون هذا الرابط؟ وتضحكون على العالم؟ تضحكون على العالم انتوا؟ عيب شوية مصداقية على مود العالم يثق بيكم. هاي صار لنا يومين هنا منتظرين من المكتب، يعني ليش هسه سدوا الرابط وما انفتح؟ بس البارحة فتحوه يمكن ساعة وسدوه، ليش بس اغليم كردستان يعني واحنا الجنوب؟ ليش ما مشغولين؟ ليش هاي الشباب كلها وعدها طاقات؟ ليش يعني؟ بس أرد أسألف السؤال يعني للوزارة، يعني ليش هاي يعني طاقات هاي الشباب وين تروح؟ شباب العراق الذين افترشوا الشوارع بانتظار فرصة التقديم على التطوع في حرس الحدود يعيشون اليوم خيبة أمل جديدة، ولسان حالهم يقول إن حكومات ما بعد 2003 تستكثر علينا فرصة عمل في وطننا كما تفعل برغبتنا بحماية حدوده.